زينب، تتيح الأهداف الواضحة للفرد أن يتجاوز العقبات والعراقيل وينجز في وقت قصير أضعاف ما ينجزه غيره في وقت أطول. لماذا يجب أن نضع الأهداف وكيف يمكن للشباب في ظل الوضع الراهن أن يخلقوا فرصهم؟ معنا المهندس فراس حمادة، خبير في مجال الأعمال والموارد البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يعني عم نحكي عن موضوع هلأ كتير شائع ومنتشر، خاصة بالظرف اللي نحن موجودين فيه. كتير من الشباب عم بتعيد مثلا ترتيب أولوياتها، في منهم عم بيحسوا حالهم بحالة ضياع، ما عم بيركزوا على الأهداف. فخلينا أول شيء نعرف كيف ممكن نحدد الأهداف. الموضوع كتير يعني صار هلأ، خاصة خلال الشباب قاعدين بالبيوت كانت خلال الفترة الماضية، فصارت التحديات الجديدة حقيقة عندهم انه كيف هن يبلشوا يحطوا اهداف شخصية فعالة تماما. وهي الاهداف الشخصية بتبدأ حقيقة من ايمان الانسان او ايمان هذا الشاب بقدراته. للأسف كتير من ثقافتنا قائمة على انه نحن الاهل بيحطوا لنا اهدافنا. يعني كمثال، تسألوا اي طفل صغير بيكون بالمدرسة انه شو بدك تصير، فالجواب التقليدي شو بيكون؟ دكتور. طبعا. هدف الثاني مثلا، او اللي بدي يصير مهندس. حقيقه بغض النظر شو من كان، نحن وقت بنسال الطفل بس بدنا نستشف قديش هو عنده القدره انه يكون عنده توجه واضح. للاسف كثير من الحالات الاهالي بيحطوا للاطفال هذا النوع من التوجهات اللي هي كثير من الاحيان ما بتناسبهم. وبالتالي حيطلع في عنا جيل حلمه الاساسي هو يكون طبيب او مهندس او الى اخره، وخاصه صارت ترند او صارت موضه. اللي ممكن فعلي يصير انه يتساعدوا الاهل اولا ليوثقوا انه هذا الطفل ولو كان بمرحله يعني هو صغير، نحن بنسميها حتى بصف الخامس او بالعمر بيكون خامس سادس بهذا المجال اللي هو بيسموه فعليا عمر تحديد المجال الوظيفي. هلا هذا ولو كان صغير، في دول انا بسميها متقدمه فكريا او اداريا ببلشوا من العشر سنين، من 11 سنة بيعملوا مثل aptitude test أو توجه لهذا الطفل، اختبار توجه أو ميول بنسميه، بيكتشفوا ميوله العلمية أو الأدبية. العلمية هل هي يا ترى علوم طبيعية، هل هي رياضيات، هل هي هندسة إلى آخره، ويبلشوا يحفزوا الطفل على أنه يتم بهذا المسار ليناسب فعليا ميوله ليدخل للجامعة. معناتها النقطة الأولى هي أنه نساعد هذا الطفل من وقت ما بيكون طفل على أنه يختار هدفه بالتعاون مع الأهل، وليس فقط الأهل بيحطوا له الهدف. لأن متى ما هذا بلش بمرحلة اكتشاف حياته الوظيفية أو الكارير تبعه، للأسف عم تكون عندنا المرحلة متأخرة تماما، يعني عم تكون بعد ما يدخل على الجامعة وبعض الأحيان بعد ما يتخرج. لو أنا هلأ تخرجت شو بدي أشتغل؟ وعلى العكس تماما، لازم هو يدخل على الجامعة بالمجال اللي بيناسب قدراته، اللي بيناسب تطلعاته، ليقدر يحقق أهدافه بطريقة فعالة. أكيد. خلينا نحكي عن الأدوات التي تساعد على تحديد الأهداف. هلا في مجموعة كتير، وهذا شيء جيد جدا، لأن صار في على الإنترنت مجموعة كتير كبيرة من آليات البحث أو اللي بنسميها نحن ببعض الأحيان آليات التوجه. يعني في كتير بنسميها اختبارات، هي ليست فحص، هي اختبار assessment ببعض الأحيان بيسموه aptitude test أو اختبار تحديد ميول. الشاب أو الطفل أو حتى المراهق بيقدر من 11 سنة لحد 15 سنة يخضع نفسه على الإنترنت لهذا الاختبار وبيكتشف شو هي الميول. لا يفترض يكون في بالمدارس، ونحن بنتمنى يعني إنه هذا يتفعل، الموجه التربوي أو الموجهة التربوية اللي هن بيساعدوا الطفل حقيقة على هذا الميول، على إنه هل هذا الميول بيناسبني حقيقة ولا لا. هون ببلش هذا الشاب يبلش يحط لحاله هدف واضح. هلا كلمة هدف واضح معناتها لازم يكون الهدف محدد، ما شرط أنا شو بدي أدرس فعليا، لأنه تماما أنا شو بحب، أنا شو بيناسبني، ثم أنطلق للحياة الوظيفية. والأهم هو أنه نحن نكتشف شو بدنا. وكتير أنا بقول لهم للشباب يحاولوا دائما يحطوا هذا الهدف بناء على مو حلم، أنه أنا بدي صير دكتور مثلا أو بدي صير مهندس أو خاصة رائد فضاء. هلا ده بعض الأحيان بيكون حلم، لا فعليا هو يكون قابل للقياس. كيف هذا الهدف يكون قابل للقياس؟ بسيطة جدا، نحن بنقول له لهذا الشاب فوت على مواقع انترنت خاصة للتوظيف، طلع على job description أو توصيف وظيفي للمنصب أو للوظيفة اللي أنت بتحلم فيها. طلع حيحطوا لك مجموعة من المهام، حيحطوا لك مجموعة من المؤهلات، شو لازم تكون دارس، شو بده يكون عندك خبرة، كم سنة الخبرة، شو المهارات أو السكيلز، ثم شو القدرات الموجودة عندك والتوجهات.
وقت الشاب بيقرا هدول صار عنده توجه واضح للحلم تبعه، فصار بيقدر يقيس هدفه، صار بيعرف انه انا اذا بدي ادخل رائد فضاء لازم ادرس علوم فيزيائيه مثلا، بيطلع يعني بس انا ما بحب الفيزياء، معناتها بلش يحدد هدف بناء على الشيء اللي بيحبه هو. اكيد اهميه، خلينا نحكي عن اهميه تحديد الهدف، يعني مثلا مثل ما حكينا انه الشباب لازم يكونوا واقعيين، يعني الواحد ما يحلم شيء فوق الخيال وفوق الطموح، يعني هلا بدنا نعرف كمان اهميه انه الواحد يحدد الهدف وأهمية تحفيز النفس، وقديش هذا بيساعد على بناء الشخصية يعني وبيعطي ثقة بالنفس. حقيقة بنلاحظ يعني وخاصة بشغلنا بالشركات كثير من الأحيان بنقابل شباب خاصة مقابلات وظيفية، فواحدة من الأسئلة اللي بسألهم إياها وخاصة بمقابلات العمل هو سؤال محرج أنا بعتبره، ما بقول له شو طموحك بس بقول له شو هي إنجازاتك؟ طبعا. شو هي إنجازاتك اللي بتفخر فيها؟ للأسف شبابنا هلأ كتير بالمجتمعات الثانية بيكون أجوبتهم أفضل، بس للأسف أكثر من 80% من شبابنا ما بيعرف إنجازاته، وبالتالي الحقيقة لازم هذا الشاب هي الصبية تبلش تفهم أنه كل إنسان عنده إنجازات، هي الإنجازات هي انعكاس حقيقي للشيء اللي عنده جوا اللي هو حلمه اللي هو الشيء اللي بيتميز فيه، وكل إنسان بيتميز بمجموعة من المميزات سواء شخصيته سواء التعلم أو المعرفة اللي هو درسها وحتى خبراته اللي هو سواها بالحياة العملية. أهم محفز لدى الشباب هو الإنجاز. شبابنا لازم يبلشوا يفكروا أكثر بالإنجازات، يعني ضمن هالشهرين اللي قعدنا فيهم بالبيت في كتير من الشباب صار عندهم إنجازات، حضروا كورسات على الإنترنت، صار عندهم شهادات مثلا بنسميها بعض الاحيان موكس كتكنيكال كورسز، هوايات كمان يعني صارت في هوايات عم تظهر عند بعض الشباب تماما، وحتى في منهم عمل مثل خطه او منهج لبعدين شو بده يعمل. برافو. فهي يعني شفناهم اكثر من حدا، وفي منهم مثلا عمل مشاريع صغيره حتى يقدر يكمل شيء للمستقبل، يعني كانت هي مثل الجلسه بينهم وبين حالهم. نعم. للتامل وللتخطيط. لكن هلا بدنا نسالك نحن كمان شيء، نحن في اوضاع صعبه عم نعيش بسوريا، في بعض الشباب عم بيتوه، بيحط هدف لكن عم بيتوه عن مسار تحقيقه بسبب بعض العرقلات اللي بتصير مو بايده بسبب ضغوط الحياه، فخلينا نعرف اليوم الشاب لما بيكون بهذا الوضع كيف في يوصل لهدفه ولو انه طال شوي المسير مثل ما بيقول، لكن المهم يوصل للهدف. هلا ما بنقدر نحن نحط وهذا القاعده الاساسيه هدف، هو لازم يكون الهدف تابع عنده اصرار واراده، لازم يكونوا شرطين تماما من قدراته الداخليه، فهو اذا فكر بانجازاته قدر يحط هذا الهدف، قدر يتوجه لهدفه بطريقه افضل. هون نحن دائما بنساعد الشباب انه يختاروا ما يسمى منتور او بالعربي بنسميه مرشد، بعض الاحيان هذا المرشد دوره الحقيقي هو انه يساعد هذا الشاب او هي الصبيه لتصل للاهداف اللي هي حاططها. التحدي الأساسي عند شبابنا إنه يلاقوا هذا المنتور، يلاقوا هذا الإنسان اللي بيرشدهم وظيفياً. للأسف أغلب شبابنا عم يكون هذا المرشد هو الأهل، فإذا كان الأب محامي فبده الابن يكون محامي. هل هذا الإرشاد فعال ولا لا؟ حقيقة هون إذا كان دور الأهل فعال يفترض هو الأب أو الأم تقعد مع الطفل أو هذا الشاب يحددوا هذا المجال اللي هو حابه، بعدين يلاقي لهم حدا من الأهل مثلا أو حدا من بيئة العمل ليكون هو مرشد له ليوجه هذا الشاب أو هذه الصبية بالاتجاه اللي هو بيناسبه. لأن في قاعدة من أولى، إذا أنا ما حطيت لحالي أهداف وأنا ماشي بحياتي فأكيد أنا ماني ماشي عشوائي، في حدا حاطط لي أهدافي فأنا عم بمشي وفق أهداف غيري، ممكن يكون هالأهداف عم يحط لي إياها ابن عمي، والدتي، حدا من القرايبين عم يقول ليش ما يعمل هيك، ولكن هل هذه الأهداف بتناسبني حقيقة؟ وهذا التحدي اللي أيمن منه للشباب، حاولوا دائما تلاقوا مرشد أو منتور بنسميه يكون عنده هذا النوع من التوجيه المباشر والبسيط. هلا إذا وجهوا حدا مثلا المرشد وجهه للشخص أو للشاب إنه هيك لازم تعمل هيك المفروض تعمل، طيب هذا الشيء ما بيأثر على ثقته بنفسه؟ يعني الواحد مو لازم مثلا تطلع شغلته أو المهنة المستقبلية اللي هو بده يشتغل فيها أو هدفه ليقدر يحققه يكون طالع هيك من قلبه يشتغل عليه، يعني بكل أريحية وبكل حب ليقدر يوصل للمهنة اللي بيحبها. سؤال هام جدا، لأن مثل ما قلتي تمام، إذا الإنسان ما هو يؤمن بهدفه، دور المرشد هو يكون من نفس التخصص أو نفس المجال الوظيفي اللي هو حابب هذا الإنسان. يعني مثال، إذا أنا شاب حابب مثلا أشتغل بمجال الإعلام، أوكي، فهم من المفضل يكون المرشد لإلي إنسان إعلامي وليس إنسان ما بيعرف بالإعلام.
هذا الإنسان الإعلامي حيكون شفاف، حيكون خبير، حيقدر يعطي من خبرته وشفافيته لهذا الإنسان، حيقول له قد يقول له فعلياً أنت ما بيناسبك هذا العمل الإعلامي، أو لازمك المهارات التالية، روح خضاع للكورسات 1 2 3 4، دروس 1 2 3 4. وهي الصدمة اللي بتصير عند شبابنا، دراسته في مجال ومجال اللي بيحبه أو المجال العملي اللي بده يفوته مجال آخر تماماً. بس برأيك بشو بده أبدع؟ المجال اللي بيحبه أكيد. حتى بكل دول العالم، حتى ولو بأوروبا، في مؤتمر حضرناه وقت كنت خبير بالتعليم العالي لدى الاتحاد الأوروبي، بنقول دائما أنه حتى بالاتحاد الأوروبي بأفضل جامعات ما بتقدر الجامعة لحالها هي تبني عند هذا الشاب أو الشابة، عند هذا الطالب كل ما نسميها الكومبتنسيز أو الكفاءات المطلوبة لدخول لسوق العمل. حقيقة هون دور الشخص نفسه، هون دوره هو ليمشي لتحقيق حلمه، دوره يفوت يبلش يشوف شو الكورسات، شو المهارات اللي لازم أنا أقوي حالي فيها لفعلي أدخل على وظيفة اللي أنا بحلم فيها. دور الجامعة ممكن تعطينا المعرفة المطلوبة، بس مستحيل تعطينا كل المهارات المطلوبة والتوجهات المطلوبة. طيب مثل ما حكينا أنه دائما الدراسة الأكاديمية هي مختلفة تماما عن الواقع العملي ممكن ليكون لأي طالب أو أي حدا حاطط هدف معين، لكن خلينا نحكي اليوم في عنا جيل جديد مثلا عم يتخرج أو بده يفوت يبدأ بقى بسوق العمل يوم، شو هي النصائح اللي بتعطيها لكل حدا حابب بعد ما خلص الدراسة الأكاديمية يعرف شو هو بيبدع؟ في دورات معينة عم تعملوها فيكم عم تساعدوا مثلا أي حدا ممكن ضائع أو تائه بهذا الموضوع؟ حقيقة في مجموعة كبيرة صارت إذا بدنا نسميها من المبادرات الشبابية أو حتى المؤسسات الشبابية اللي صارت عم تدعم الشباب ليقدروا يحققوا توجههم الوظيفي بشكل فعال. هلأ أنا حأرجع للسؤال، هل يا ترى هو بعد ما يتخرج؟ أنا بقول لك لا، هو لازم قبل ما يتخرج. مرحلة اكتشاف حياته الوظيفية بتبلش من قبل بكتير، ولكن هو بمرحلة تحقيقها لازم يبلش من وقت ما بيكون بأول سنة بالجامعة، لأنه بيقولوا لك دائما الدراسة النظرية غير حتى الواقع لها. صحيح. لذلك أنا بقول لهم للشباب خاصة طلابي بالجامعة، بقول لهم كل صيفية بالجامعة، وهلأ نحن إن شاء الله مقبلين على الصيفية وبحيي الشباب اللي هلأ رجعوا على الجامعة اليوم أول يوم وصار لهم أكثر من شهرين قاعدين بالبيت. خلال العطلة الصيفية لازم كل شاب كل صبية بالجامعة أو برات الجامعة ينجز جزء من مسيرته الوظيفية عن طريق هذه الكورسات اللي صارت متاحة بشكل شبه مجاني. حقيقة كل سنة يعني كل فصل دراسي لازم يكون نهى جزء من المعرفة وينهي جزء بالعطلة من المهارات. تمام. اللغة صارت أساسية، يعني ما صرنا نحكي إنه والله بتعرف تحكي لغة إنجليزي ولا لا، صرنا عم نقول هلا كم لغة بتعرف تحكي. تمام. فلازم ينجز، أنا بقول لهم بالسنة الأولى والثانية لازم تكون اللغة ومهارات الكمبيوتر كاملة. صار اسمها ديجيتال كومبتنسيز اللي هي الكفاءات الرقمية. ما عاد صار حتى الطبيب ينقبل بالعمل إلا ليكون بيعرف كيف يشخص رقميا، يقرأ التقرير الرقمي، نفس الشيء المهندس، نفس الشيء حتى اللي بيشتغل بالمواد الأدبية. بالسنوات المتقدمة ثالثة أو رابعة أو خامسة هون لازم يكون عنده دورات تخصصية بمجاله. وهذا الفرق أنا اللي بقول لهم إياه، هل أنت كطالب خريج تبحث عن عمل أم العمل يبحث عنك؟ الحالة الثانية أكيد هي الأفضل، وقت الشركات بتدور عليك بالاسم لأنك أنت تميزت، مو بس تتخرج بدك تدور على الوظيفة، على العكس تماما، بس تتخرج الشركات حتدور عليك. أكيد أكيد. متشكرك كثير، متشكر نصائحك القيمة، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك على كل النصائح والمعلومات اللي أعطيتنا إياها.